السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم موجودين في تسوم في موسكو، واحد من ارقى ديبارتمنت ستور في موسكو. هنتبع معانا نشوف ايش في العطورات الجديدة. العالم بلشت من سنة 1700 تقريبا. احنا اليوم موجودين في موسكو، عاملين لهم بوتيك رائع، او عاملين لهم مكان كتير كتير رائع اللي هو الجير لاين. لو شفنا هون الجير لاين بشكل كامل، شايفين الالوان، شايفين المكان الرائع في الالوان تبع الجير لاين. نيجي هون على هم من اول الناس اللي عملوا اكسكلوسيف للمنطقه العربيه. لو شفنا هون بنشوف الاكسكلوسيف تبع تيجر لاين، كان تقريبا اول كوليكشن نزل في المنطقه اللي هو تبع ديزر كوريان. هم اول ما نزلوها، بعدك نزل العطورات تبع جير لاين اللي هي سنتر رويال وعمبر ايترنال وعود اسينشال وماسك نوبل، الاربع الوان هاي. بعدين عندنا الكوليكشن تبع سحارة الشرق الكبير، كوليكشن كتير كتير كبير عندهم. بنيجي على العطورات الكلاسيكيه القديمه اللي نزلوا اول ما هم نزلوهم جماعه جير لاين. نيجي على شو روم تبعت الجير لاين. طبعا هذه العطورات اللي هي مون جير لاين، اخر عطر نزل عندهم، بس انا حاب اوريكم على العطورات القديمه بالالوان تبعتها. شايفين الكلاسيكيه اول ما نعرفت عنها الجير لاين. فن، ابداع، اصاله، عراقه موجوده عند الجير لاين. شايفين عندنا كمان هون الالوان تبعت العطورات اللعبه القديمه تحت الجير لاين. يعني اعتقد انه هذا الكوليكشن مش في كل مكان موجود. شايفين الارت جير لاين برفيوم، شايفين الكوليكشن تبعهم. أنا صراحة جير لاين بعشقها جدا وبعتبرها من العطورات القمة. هذا الفاضي بناء على العلبة الكبيرة اللي ممكن نعمل منها فيلم. اسم عريق كبير جدا جير لاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم موجودين في تسوم في موسكو، واحد من ارقى ديبارتمنت ستور في موسكو. هنتبع معانا نشوف ايش في العطورات الجديده.